بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال بين أحداث الماضي والحاضر وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من أرض المونديال. خلاص باقي 3 أيام يدوب، ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية المهمة جدا له مع الدحيل القطري في بداية مشوار نتمنى أن يطول بإذن الله. بإذن الله، زي ما قلت لك الأخبار عمالة يعني تزيدنا تفاؤلا الحمد لله. اللي عندك؟ اللي عندي النهاردة التمرين يعني شهد مشاركة إيجابية لمحمد هاني وحسين الشحات، الاثنين دخلوا الحمد لله، وبدأ برضو إلى حد ما الكابتن وليد سليمان. وده يعني ساعد مستر موسوماني على انه تقريبا توصل الى هو بيتسو موسوماني سلم الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه قائمه ال 23 لاعب. صحيح ان وليد سليمان ومحمود وحيد براها والحارس الصاعد حمزه، لكن انتوا عارفين ان نظام البطوله بيقضي انه لو اي فريق قبل المباراه ب 24 ساعه عنده اي ظرف يقدر يستبدل من دول، يقدر يستبدل من اللي موجودين. عشان كده موسيماني كان حريص يجيب كل الناس المتاحه، ده تصرف سليم. يعني النهارده برضو ده خبر تاني كويس، اتعملت مسحه ظهريه للبعثه بالكامل. النتائج اللي ظهرت لحد دلوقتي كلها سلبيه، كلها الحمد لله، فاضل بس نتيجتين معلقين لسه، مش معلقين يعني هيجوا تباع دي. انما كله تمام. الحمد لله كله، وباذن الله يجوا يعني المسحتين اللي فاضلين باذن الله برضو يجوا سلبيتين.